الحقيقة هذا العقد هو يتكون من عقدين وليس عقد واحد. عقد يتعلق برابطة دوري المحترفين وإطلاق دوري المحترفين بالشراكة مع الليغا، وأنا أعتقد فقط كلمة إطلاق دوري المحترفين أو عقد بالشركة بالشراكة مع الليغا هو إنجاز كبير للكرة. بمالي هذا الاسم الكبير من أهمية على مستوى العالم، يعني الدوري الإسباني يعتبر واحد من أفضل الدوريات على مستوى العالم إن لم يكن الأفضل. بالإضافة إلى ذلك أنه دوري محترفين راح يدار بالكامل من قبل الليغا، يعني راح يكون هناك تم اتفاق مدير تنفيذي يدير هذا المشروع بالكامل، وهناك أقسام تعمل في إسبانيا وفي دبي لغرض إنجاح هذا العمل. بالإضافة إلى أنه إحنا الهدف من هذا ليس فقط أنه إحنا نجيب يعني الكوادر الأجنبية تعمل في بغداد، بل هدفنا الرئيسي هو تأهيل كوادرنا الشبابية للانطلاق مستقبلا بعد 3 سنوات لاستلام الدوريين من قبل. فلذلك راح يتم تدريب شخصيات كفاءات عراقية شباب عراقيين بالكامل. حتى موضوع كل ما يتعلق بالدوري من اللوائح مالته الى اللجان العامله الى ادارته الى تاهيل الكوادر الاداريه والماليه والفنيه وحتى التسويقيه في الانديه راح يكونون هم مسؤولين على تدريب كل هذه الكوادر. مبلغ 5 مليون دولار. أولاً لا تقول استشارة، لا تقشمرون الناس ولا تضللون الناس بكلمة استشارة، لأن هي ليست استشارة، هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الليغا وتحدي كبير. اسم الليغا كبير جدا، ما نحتاج هو المبلغ مال العراق 5 مليون مثل ما يتوقع الآخرين. اثنين، هذا المبلغ اللي تتكلم فيه هو لعقدين وليس لعقد واحد. ثلاثة، هاي المبلغ هو ل3 سنوات وليس لسنة واحدة. أي مجموع ما يأخذ ما يصرف إلى الليغا خلال السنة واحدة هو يقدر ب1,833,000 يورو فقط بالسنة الواحدة للمشروع، لمشروع دوري محترفين بالإضافة إلى مشروع تطوير المواهب الكروية لكرة القدم، وهذا أيضا راح يكون 5 إلى 6 أشخاص راح يديرون المشروع بالكامل بالإضافة إلى الفرق الأخرى المصاحبة اللي راح تكون موجودة في إسبانيا وفي دبي. بالإضافة إلى ذلك أنه أكو بروجكت لكل هذا المشروع، مدير لكل هذا المشروع في إسبانيا، سيتم التواصل ما بينه وبين الكوادر الموجودة في بغداد.